ابنك عموما لو عارف الحروف واصواتها وعارف حروف الدايجرافس اللي هي البي اتش دي عارفها كويس، طب كده هيعرف يجيب الكلمه بمنتهى السهوله. ممكن يقراها بس يقدر يكتبها، فالحفظ الكلمات بيبقى عقبه شويه بالنسبه للاولاد. طب ازاي نعمل ايه بقى؟ انا اعمل ايه يا مامي؟ تعالي بينا بقى. الكلمه دي فيها كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام حروف. طب انا هعمل ايه بقى؟ يبقى انا هكتب الكلمه في 8 سطور، يبقى ابني هيحفظ الكلمه دي على قد حروفها. يعني انا عندي الكلمه دي فيها 8 حروف، يبقى انا هكتب الكلمه دي في 8 سطور. اول حاجه انا بعمل 8 سطور، ادي اول حاجه، ادي كده السطر الاولاني، كم سطور. طيب انا هكتب كلمه اوفن ازاي بقى؟ عامل فيها ايه؟ اول حاجه انا كل مره بسيب حرف، ادي الحرف الاولاني سبته، واكتب بقى بقيه الحروف الثانيه. ال ف elephant. سبت كده ايه حرف، كل مره هسيب حرف جديد. انا كده سبت الحرف الاولاني، السطر الثاني هسيب حرفين، وبعد كده اكتب ايه اهي، سبت الاي والال اهي، ال ف انت، واخليه يستهجى وهو ايه بيعملها. يعني انا اللي هكتب له طبعا، انت كمامي هتكتبها لي. السطر الثالث بتسيبي ثلاث حروف، فانت اهي. السطر الرابع بتسيبي اربع حروف، طبعا ايه هنا اهي. السطر الخامس بنسيب قد ايه؟ خمس حروف. السطر الاخير اهو بسيب كل الحروف بقى، اكتب حرف التي، هسيب الحروف كلها. يبقى انت هتعمل ايه بس الكل؟ عشان تحفظي ابنك الكلمه، يبقى انت على كل سطر بتسيب الحروف بتاعته. السطر الاولاني بسيب حرف، السطر الثاني بسيب حرفين، الثالث بسيب ثلاث حروف، الرابع بسيب اربعة، الخامس بسيب خمسة، هو خامس اهو بسيب خمسة، السادس بسيب ستة، السابع بسيب سبعة، الثامن بسيب ايه؟ ثمان حروف كلها. تمام كده؟ طيب انا هعمل ايه بقى؟ او ابني المفروض مطالب منه هو يعمل ايه؟ هو طبعا هتقولي له elephant، فهو ينطق elephant. طب ايه طبعا هتدالي على كلمة الالفانت اللي فوق، هتدالي عليها ايه ايه، فهيكتب حرف الاي ايه او ها. وبعد كده اهي يبص فيها كويس بقى، يبص في الاول كلمه اللي كتبها elephant، يفضل يقراها ايه وتدالي عليها، هندالي عليها كده ايه اهل اهل، يبقى هيكتب ايه الاي والال. تدالي اهو على الكلمة الثانية اهي اللي هو كتبها، هو مش انت بصيت فيها كويس يا حبيبي؟ اه بصيت فيها كويس يا ماما. ها ال ال اهي، يبقى هيعمل ايه؟ هيكتب اهي ال فانت، يقرا كل مرة سطر يكتبه يقرا ال فانت. تمام كده؟ ال ال ها، مين الحرف اللي بيديني ف ساوند؟ في حرفين دايجرافس، في حرفين بيدوني ف ساوند، هو المفروض طبعا مذاكرهم او عارفهم اهي. يبقى هيقول لك يا ماما ايه ل ايه اهي، البي والاتش يا ماما بيدوني ف ساوند. elephant elephant، شطور يا حبيبي، بصيت في الكلمه دي كويس؟ اه يا ماما. ياخدها بقى لعبه، اكنها لعبه، تمام؟ والله مش هتشيلي هم حفظ الكلمات اصلا. اهو تاني elephant اهو، هيبدا يكتبها لك بقى من نفسه. على فكره الموضوع ده انا جربته مع بنوته، وقلت ان انا اثبت الناس لا، الموضوع ممكن الطفل يجيب لك الكلمه في ساعتها، يحفظ لك الكلمه في وقتها، مش مثلا يقعد كام ساعه، لا مش هتكمل معاه اصلا، يعني دقيقتين اساسا، دقيقتين هيجيب لك الكلمه على طول بالطريقه دي. والله لو جربتيها هتنفع جدا معاه، جدا جدا جدا، ونجحت. انا بقولها لك والله عن ثقه، نجحت جدا. تمام اهي. طب اهي نيجي بقى، يلا نخلص، يلا ايه ل ل ا
nt elephant elephant elephant. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ انا بحرك بقه الاول، بحرك لسانه تمام كده، بخليه ينطق الكلمه كذا مره عشان يجيبها. انا طبعا من رايي الشخصي، عشان النطق للاسف بعض الاولاد بيبقى مش مظبوط، او بعض المدرسين للاسف بيعلموا اولادنا النطق مش مظبوط، فانا هشتغل على الديكشنري قاموس ان انا اخليه يسمع نطق الكلمه كل ما يقراها. قبل ما انت تقراها يا حبيبي اسمعها elephant، فيقول ورا الديكشنري او يقول ورا القاموس elephant تمام، وبعد كده يحاول يستهجى elephant elephant تمام كده. طيب مش elephant بقى، لان بعض الاولاد بتقرا elephant تقطع الاي بضمير شويه، مش هنعمل ده. انت لازم تسمع كويس قوي عشان تصحح النطق بتاعك، كل ما تسمع اكتر كل ما نطقك يبقى احسن. ما تخليش ابنك وهو بيكتب الكلمه يبقى silent كده او صامت كده ساكت كاتب في نفسه، لا لازم تنطق، عشان انا بعلمك حاجتين، تنطق صح وبعلمك تحفظ كمان صح تمام. اهي يلا بينا ا ل، اهي بي اتش بتنطق ف ا ن ت elephant. نيجي بقى اخر حاجه بقى، هنداري على كل ده، اجيب كراسه كده مش يا ست الكل، كراسه اي حاجه، انا معايا ورقه نتيجه ماشي اهو، ناخد ده كله عشان ما يغشش طبعا. اكتبها بقى لوحدك يا حبيبي، اكتب بقى عيش وتعايش اهو. يجي بقى يقول لك ايه اهي، ا هو ل ا ت elephant. هتقول له بقى great job، ونجمة كده حلوة، وشجعيه وسقفيله حلو قوي. طبعا هو كل مرة مس أماني هنعمل على الكلمات دي، لا الكلمات السهلة اللي هو يقدر يجيبها مش هنعمل الطريقة دي، مش هتاخد أصلا سهلة. هنعمل الطريقة دي ليه؟ أنا بعملها مع الكلمات الطويلة اللي حروفها كتيرة، أنا بقدر أعمل الطريقة دي مع الكلمات الطويلة والحروفها كتيرة ونطقها تقيل، فأنا بعمل الطريقة دي.